اهلا بكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الاهلي والى العناوين. محمود طاهر ثقتي كبيرة في تأهل الاهلي للمباراة النهائية. اتحاد الكرة اتجاه للموافقة على حضور 60,000 مشجع لمباراة الاهلي والنجم. والاهلي يستأنف تدريباته غدا. بكم مجددا والى التفاصيل. شدد المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي على ثقته في قدرة الفريق على تحقيق الفوز وتخطي عقبة النجم الساحلي التونسي في مباراة الإياب لنصف النهائي والمقرر لها يوم 22 من الشهر الجاري. وقال طاهر في تصريحات عقب وصول البعثة أمس إلى القاهرة قادمة من تونس أنه يثق في الفريق وقدرته على التأهل للمباراة النهائية والتتويج باللقب القاري. وشدد طاهر على أن جماهير الأهلي سيكون لها دور كبير في المباراة وطالبهم بالدعم طوال اللقاء. أكد العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن هناك اتجاه للموافقة على حضور 60,000 متفرج لمباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 22 أكتوبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وقال سويلم أن هناك اتصالات مستمرة بين الأهلي واتحاد الكرة ووزارة الرياضة وهناك اتجاه للموافقة على حضور 60,000 مشجع أهلاوي لمباراة الفريق المقبلة إسوة بالمنتخب. كشف عصام سراج الدين المدير التجاري والتعاقدات بالنادي الأهلي عن آخر التطورات الخاصة بقضية الإيفواري سليماني كوليفالي لاعب الأهلي الهارب. وقال سراج أن النادي في مرحلة التقاضي مع كوليفالي في الفيفا مضيفا أنه تم تقديم كافة المستندات الخاصة بقضية اللاعب من البداية مشددا على أن موقف الأهلي سليم وقانوني 100% والبديل أن اللاعب لم ينضم لأي نادي حتى الآن. وأضاف سراج أن اللاعب عرض منذ فترة العودة للأهلي لكن مجلس الإدارة رفض بشكل قاطع مؤكدا أن اللاعب الهارب ليس له مكان داخل النادي. يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الأربعاء استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري المحلي ولقاء النجم الساحلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وكان الفريق قد عاد من تونس أمس بعد خوض مباراة الذهاب يوم الأحد الماضي والتي انتهت بخسارة الفريق بهدفين مقابل هدف. وحصل الفريق على راحة سلبية لمدة 48 ساعة على أن يعود الفريق للتدريبات غدا الأربعاء ولكن بدون اللاعبين الدوليين لارتباطهم بالمشاركة مع المنتخب في مباراة الكونغو في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا. يعود أحمد الشيخ لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريبات الفريق الجماعية غدا بعد تعافيه من إصابة الظهر والتي أبعدته عن مواجهة فريقه أمام النجم الساحلي. وأكد الجهاز الطبي للأهلي شفاء صانع الألعاب الدولي من الإصابة والتي لحقت به مشددين أن الشيخ سيشارك في ميران الفريق غدا. ويستعد الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري المحلي ومباراة النجم الساحلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 22 أكتوبر الجاري.
قال أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي الصاعد أنه يرفض الرحيل عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة، مؤكدا أنه يتمسك بالفرصة كاملة مع الفريق. وأكد ريان في تصريحات له اليوم أن حسام بدري المدير الفني للفريق دائما ما يدعمه قبل المواجهات، مضيفا أن البدري تنبأ له بأنه سيكون مهاجم المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة. وأضاف المهاجم الصاعد: أتمنى أن أثبت نفسي في النادي الأهلي بدلا من الخروج على سبيل الإعارة والقتال خارجه. يخوض فريق النجم الساحلي التونسي مباراة ودية مع اتحاد طرابلس الليبي بالملعب الأولمبي بسوسة يوم السبت المقبل في إطار الاستعداد للقاء إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي. ويلعب النجم الساحلي هذه المباراة بدون لاعبيه الدوليين المتواجدين في معسكر المنتخب التونسي استعدادا لمباراته أمام منتخب غينيا في تصفيات كأس العالم روسيا 2018. حذرت الصحف التونسية فريق النجم الساحلي من لقاء العودة أمام الأهلي بالإسكندرية في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على الرغم من تحقيق الفوز في سوسة بهدفين مقابل هدف. وأكدت صحيفة الصباح نيوز التونسية على أن لقاء العودة في برج العرب سيكون صعب للغاية، حيث سيتسلح الأهلي بجماهيره الغفيرة، حيث جاء في عنوان الصحيفة: النجم يحقق على الأهلي الانتصار والحذر واجب خارج الديار. فيما أشادت صحيفة الجريدة التونسية بالفوز والذي حققه النجم على فريق كبير بحجم الأهلي، وطالبتهم بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة الصعب. وقالت جريدة الصريح إن فوز النجم قربه من الوصول لنهائي البطولة، إلا أن الأمر لم يحسم بعد، فالصعود سيتم حسمه من ملعب برج العرب بالإسكندرية. وإلى أخبار المنتخب الوطني، حيث أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن مجلس الإدارة يركز بشكل كبير مع منتخب مصر ويسعى لتذليل كل العقبات أمام الجهاز الفني واللاعبين من أجل التركيز في مباراة الكونغو وتحقيق حلم الصعود إلى مونديال روسيا 2018. وأضاف أبو الوفا أنه سيتم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور المباراة، مشددا على أن رئيس الجمهورية لا يحتاج لدعوة، ولكنه سيتم دعوته لحضور المباراة، مشيرا إلى أنه يتمنى تحقيق غانا نتيجة إيجابية مع أوغندا يوم السبت حتى يفوز المنتخب يوم الأحد ويصعد لمونديال كأس العالم بشكل رسمي. الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الأول السري على معسكر المنتخب ببرج العرب استعدادا لمباراة الكونغو والمقرر لها الأحد المقبل باستاد برج العرب في الجولة الخامسة لتصفيات مونديال روسيا 2018 وإبعاد اللاعبين عن المتواجدين في فندق الإقامة. وتم رفع القرار للجهاز الإداري لمجلس الجبلية برئاسة هاني أبو ريدة، والذي أكد لهم إبعاد الجميع عن اللاعبين ووعدهم بتوفير الهدوء للجميع في المعسكر.
أكد العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن أزمة تذاكر مباراة مصر والكونغو جاءت بسبب الإقبال الكبير من الجماهير على شراء التذاكر لحضور اللقاء. وأضاف سويلم أن الاتحاد قرر حجب الدعوات حتى يتم توفير كل الأماكن للجماهير، وأن الجهة الوحيدة والتي تم توجيه دعوات لها هي مستشفى سرطان الأطفال. وطلب سويلم الجماهير والتي لم تحصل على التذاكر عدم الذهاب إلى ملعب المباراة منعاً للأزمات، كما ناشد الجماهير بالحضور مبكراً لمنع التكدس المروري. أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة مؤازرة المنتخب الوطني من خلال حضور ميران الفريق يوم الخميس المقبل. وسيحضر كل أعضاء المجلس بقيادة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وسيكون الغائب الوحيد مجدي عبد الغني والذي يترأس بعثة منتخب الشباب في سلطنة عمان. أكد سيباستيان مانيي المدير الفني لمنتخب الكونغو أن مواجهة منتخب مصر ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من المجموعة الخامسة لتصفيات كأس العالم 2018 ستكون في غاية الصعوبة. وقال مانيي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل السفر إلى القاهرة: سنذهب إلى مصر من أجل محاولة الفوز عليهم وتجربة العديد من اللاعبين الجدد. وأضاف مصر متصدرة المجموعة الخامسة ولعبت نهائي كأس الأمم الأفريقية الماضية، وإن هذه المواجهة ستكون بوابتهم للتأهل لكأس العالم، لكننا لن نكون خصما سهل في هذا اللقاء. الالتزام دايما بتعلم، دايما بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. متابعة أخبار الألعاب الأخرى، حيث فاز فريق مرتبط النساء اليد مواليد 98 بنادي الأهلي على فريق بركة السبع بنتيجة 43-16 في أولى مباريات الفريق بالدوري والتي أقيمت على ملاعب كرة اليد في مقر الأهلي بمدينة مصر. وأكد محمد راضي مدرب الفريق أنه خاض المباراة بالصف الثاني بالإضافة إلى 4 لاعبات صاعدات مواليد 2000، وذلك لسهولة اللقاء ولفرق المستوى بين الأهلي وبركة السبع. وأوضح راضي أن لاعبات المنتخب تعرضن للإصابة، حيث تعاني مريم الشربجي من شرخ بالفك، وليلى شريف من إصابة بغضروف الركبة، ودنيا خالد من شرخ في الكوع، ولما الشواربي من شد في العضلة الخلفية. فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الأهلي على فريق مدينة نصر وديا بنتيجة 14-46 في 146 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة الأهلي أمس في إطار الاستعدادات، استعدادات الفريقين لانطلاق الدوري والمقرر في 13 أكتوبر الجاري. وشهدت المباراة تألق كبير من اللاعبات دينا عمرو ورنا عبد الظاهر ونور علي وتؤى جمال، وبجانب باقي اللاعبات نتابع في التقرير التالي كواليس المباراة
وتصريحات الجهاز الفني واللاعب. المباراة الودية بالنسبة لنا دلوقتي مرحلة نلعب فيها المباراة الودية، دي أهم مرحلة بالنسبة لي، إن أنا بقدر أشوف المستوى البنات وصل لحد فين، وكمان البنات الصغيرين يقدروا يخشوا يندمجوا مع الفرقة أكبر. الحمد لله عملنا 6 ماتشات ودية، النهاردة السابع ماتش، إن شاء الله كمان يومين نلعب مع الصيد، هيبقى 8 مباريات، وجت لنا بطولة المنطقة، ففي 3 ماتشات مع بطولة المنطقة هاخدهم برضه كأنهم إعداد، لأن يعني مستوى متوسط بالنسبة لي يعني المباراة المنطقة. فالحمد لله ماشيين كويس، كسبنا كل المباريات، اخرها كان سموحة على ارضنا، ده كان ماتش مهم جدا، كسبناه مرتين في اسكندرية، المرة دي كنا ناقصين شوية وكان في اصابات، فكنت كان بالنسبة لي مهم ان انا اكسب في ظل غياب عناصر من الفرقة كويسة ومؤثرة. فالحمد لله ماشيين بشكل كويس في المباريات، وهستمر ان شاء الله لحد بداية الدوري المرتبط في مباراة ودية. انت عارف الفرقة تبقى لسه الدور التمهيدي مستوى اقل شوية، بنحاول نلعب ماتشات ودية جنب المباريات. انا معايا الطيران ومدينة نصر ونادي النصر، فرقة لسه طالعة الطيران ونادي النصر، شوية مدينة نصر فرقة يعني هيبقى جيم احسن شوية، هستنى بقى الدور الثاني عشان يبقى الماتشات اقوى شوية بشوية. والمنافسة قوية جدا في بطولة منطقة القاهرة، لأن معايا الجزيرة ومعايا الشمس ومعايا اليوبلس، 3 فرق كويسين ويعني كانوا بينافسوا السنة اللي فاتت من الـ6 الكبار، فإن شاء الله دي هناخدها بداية إن شاء الله كويسة، الدور الأولاني والتاني لبداية المرتبط إن شاء الله يوم 13/10 بإذن الله. النهارده كابتن إيهاب عمل الماتش ده عشان عايز يطبق يعني الحاجات اللي إحنا أخدناها الفترة اللي فاتت كلها، و يعرف المشكلة عندنا فين، وعشان خلاص احنا قريب قوي هنبدأ المنطقة، احنا بدأنا اوريدي المنطقة، ويعني عايزين نكمل بقى بشكل كويس عشان كمان ندخل دوري المرتبط واحنا كاملين بإذن الله. اكيد طبعا بشجعهم ان احنا كلنا نبقى تيم واحد، وان احنا كلنا ندخل في جو الماتشات وكده، وان احنا نعمل اللي علينا على قد ما نقدر عشان طبعا يعني احنا نطلع فرحانين، وجمهور الاهلي طبعا وكل حاجه يعني. طبعا احنا بنستفاد منها بطريقه كبيره جدا، عشان احنا بنتمرن ان احنا نلعب مع بعض، نتعود على بعض، بالذات كمان ان في ناس صغيرين طالعين معانا، فلازم نتعود على بعض ونلعب مع بعض، فدي بتفيدنا في النقطه دي بالذات، وكمان بتمرننا اكتر عشان احنا طبعا النهارده يعني السنه دي هتبقى المنافسه قويه جدا، هيبقى في فرق جامده وفي فرق زايده لعيبه من نوادي تانية، ففي فرق زايده وفرق ناقصه، فيعني هيبقى الموضوع زي السنه اللي فاتت. دوره كبير طبعا، بيوفر لنا كل حاجه، اللي عايز يتمرن الصبح عشان يزود من نفسه يتمرن، اللي عايز يخش الجيم بيخش الجيم حتى لو مش مواعيد الفرق بتاعتنا، بنخش مع مواعيد فرق تانية بس بنبقى عدد قليل يعني، عشان المحتاج يخس مثلا، محتاج يقوي نفسه، تاهيل لو في اصابات مثلا ياهلها، بالنسبه ان احنا عندنا ناس كتير عندها اصابات في صليبي وكده، فاحنا محتاجين تأهيل مستمر في الجيم. بنحمس بعض طبعا، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نلعب لعب جماعي في وسط السيستم اللي كابتن ايهاب عامله لنا في الخطط والديفنس وكده، فلازم طبعا احنا يعني لازم نلعب مع بعض، نتعود على بعض علشان في الماتشات نبقى متعودين على بعض كويس. والله هو كابتن ايهاب بيحاول على طول معانا يعمل ماتشات وديه وكده عشان نستعد الماتشات، احنا السيزون اللي فات عملنا 12 ماتش ودي ففادنا قوي في الماتشات الرسمي بعد كده، فالسنه دي كابتن ايهاب بيحاول قد ما يقدر يعمل ماتشات ودي كتير عشان ده يفيدنا في الماتشات ويدينا خبره اكتر وكده، عشان في ناس كانت مصابه فترجع زي ما هي تاني وكده. بيحصل كونتاكت بينهم وبنحمل عليهم، وبين الكابتن ايهاب بيشوف طبعا هو الكويس وبيعمل كونتاكت بينهم، اهم حاجه لما مثلا بيكون في واحده مصابه بنحاول ان احنا بنشوف مثلا خليها تجرب في الماتش ده بتعمل ايه، بنحمل عليها قوي في الماتشات ما نحملش عليها قوي، يعني زي ما نقول ايه بنجرب شويه الاصابه يعني بعد ما اهلناها. بعد الأخبار من جديد، قررت نور ياسين لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي الاعتزال بعد مسيرة حافلة مع الفريق حققت خلالها العديد من الإنجازات والألقاب، وساهمت في تتويجه بمختلف البطولات على مدار السنوات الماضية،
واستقرت اللاعبة على أن تضع حدا لمسيرتها الكروية من أجل التركيز بشكل أكبر لمستقبلها الخاص في مجال الهندسة. وحرص الجهاز الفني بقيادة بيسا حسني المدير الفني ورئيس جهاز كرة اليد السيدات والكابتن ياسر صلاح المدرب العام على توجيه الشكر لنور ياسين على ما قدمته لفريق من عطاء على مدار سنوات طويلة. للمزيد من التفاصيل تنضم لنا الآن عبر الهاتف نور ياسين لاعبة فريق اليد المعتزلة بالأهلي. كابتن نور أهلا بيكي. أهلا بيكي فيروز. كابتن نور، ايه سبب قرار الاعتزال؟ اكيد خساره كبيره للفريق. كابتن بيسا حسني وجهت لك الشكر وكانت حزينه اكيد على القرار ده، لكن كان ايه السبب وراء القرار ده؟ والله القرار ده وراه سببين رئيسيين. السبب الاول هو ان انا يعني كنت فكرت ان انا لازم اكمل في مجال الهندسه لان انا مهندسه. اشتغلت سنتين بجانب الهاندبول، كانوا سنتين صعبين جدا بالنسبه لي لانه الشغل طبعا في مجال الهندسه في بيبقى مواعيده صعبه وصعب ان انا اوفق ما بينه وما بين الرياضه. جربت سنتين يعني ان انا اوفق ما بين ده وده، بس تعبت جدا وكانت يعني بالنسبه لي مجهود رهيب. سبت شغلي السنه اللي فاتت، فقررت ان انا السنه دي الوقت جه المناسب بالنسبه لي ان انا يعني اركز اكتر في مجال الهندسه. ده اول سبب. في سبب تاني طبعا وهو برضه سبب يعني اعتقد هو سبب مهم جدا، هو طموحي في مع منتخب مصر للاسف يعني ما بقاش موجود خالص نتيجه عدم الاهتمام بمنتخب الاول. حاليا في عندنا منتخب ناشئات ومنتخب شابات بدا يبقى في اهتمام بيهم كويس جدا. يمكن احنا ما كانش لينا الحظ في ده ان احنا نلحق الاهتمام، فده كان سبب برضو تاني يخليني ان انا يعني انا بلعب بدون للاسف يعني على مستوى تمثيل مصر مع المنتخب. حققت جزء من ده مع النادي الاهلي في البطولات العربيه والافريقيه، كنت اتمنى ان انا احققه مع منتخب مصر بس الحمد لله يعني ما كانش في نصيب. طيب كابتن نور، ايه هي اللحظات اللي مش هتنسيها في مسيرتك مع فريق اليد؟ اللحظات اللي مش هنساها، والله كل لحظه توجت فيها سواء محليا او عربيا مع النادي الاهلي هي بالنسبه لي لحظه مش هنساها. يعني هل في بطوله يعني معينه كانت عزيزه على قلبك او بتحمل ذكريات بالنسبه لك مهمه جدا؟ ممكن اقول بطوله السوبر في السيزون اللي فات، دي كانت من اعز البطولات على قلبي لان احنا السنه اللي قبلها ربنا ما وفقناش وما قدرناش نكسب بطوله السوبر. السنة اللي فاتت كانت تحدي بالنسبة لنا ان احنا لا لازم نكسب السوبر لان الاهلي يعني تعودنا ان احنا البطل من واحنا الناشئين والشباب والدرجة الأولى، احنا الاهلي بطل كل البطولات على المستوى المحلي. فالحمد لله كان تحدي بالنسبة لنا وكنا قد الحمد لله وحققنا نتائج كويسة جدا. طيب كابتن نور، في رأيك هل هيتم الاهتمام بالمنتخب الأول الفترة اللي جاية وإيه رسالتك بالموضوع ده؟ والله أنا شايفة إنه بدأ يبقى في اهتمام بالناشئات والشباب. اتمنى ان هم يكون مستقبلهم احسن من مستقبلنا احنا. عندنا عناصر كويسه جدا سواء في على مستوى الناشئات او الشباب، خدوا بطوله افريقيا ومثلوا مصر في كاس العالم وعملوا اداء مشرف جدا 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 بشويه اهتمام وشويه دعم. الموضوع مش مستحيل، هو صعب شويه لكن بالاهتمام وبالدعم وبالمعسكرات طبعا الخارجيه هي دي الاساس. ان انا عشان ابني فريق قوي محتاجه ااهله كويس جدا عشان يقدر ينافس على مستوى افريقيا في الدرجه الاولى. اعتقد الموضوع محتاج شويه اهتمام من الاتحاد ومن المجلس القومي للرياضه. كابتن نور ياسين لاعبه الفريق الاول لكره اليد السابقه، شكرا جزيلا ليكي، كنت معانا عبر الهاتف. شاركت فرق نادي الأهلي لألعاب القوى برئاسة المدير الفني ياسر داوود في سباق اختراق الضاحية والذي نظمته محافظة الوادي الجديد بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي. وجاء عبد الله عادل حسن لاعب النادي الأهلي في المركز الأول في سباق 5 كيلومتر للرجال، وعز صادق عبد الله في المركز الثاني، ومحمد احمد علي عبد المجيد في المركز الثالث، ومصطفى عبد العزيز في المركز الرابع،
وحصلت بسملة عبد الحميد لاعبة الأهلي على المركز الأول في سباق 3 كيلومتر جري فتيات، وآية عادل السيد جاءت في المركز الثاني، وعلياء أشرف في المركز الثالث. وحضر مراسم السباق كل من سكرتير المحافظ ومدير مديرية الشباب والرياضة ورئيس منطقة الوادي الجديد. فاز علي غلاب لاعب فريق تنس الطاولة بنادي الأهلي بالمركز الأول في منافسات الشباب تحت 21 سنة ببطولة الجمهورية اليوم الواحد، وحقق غلاب الفوز في المباراة النهائية على زميله بالأهلي محمود فتحي بنتيجة 3-2 ليكون المركزين الأول والثاني من نصيب الأهلي. كانت قد انطلقت منافسات الرجال اليوم، حيث يعاني الأهلي من نقص عددي في ظل تواجد السيد لاشين كابتن الفريق بتركيا وإصابة عمر بدير، ويخوض الفريق لقاءات اليوم معتمدا على محمد شومان وخالد عصر وشادي مجدي بالإضافة للاعبيه تحت 21 سنة. فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية.